هذا واحد طبع على النبي صلى الله عليه وآله، قال له من الأعراب، ذكي كان هذا، طبع على النبي قال له يا رسول الله روحي فداك، قال له نعم، قال له من الذي يحاسبنا؟ قال الله عز وجل هو الذي يحاسبنا. قال والله لا أخاف بعدها شيء. قال له ليش؟ قال لي أنا رايح إلى كريم، رايح إلى نبيل، ما رايح إلى لئيم إلى معقد، لا رايح إلى رب العطاء، أنا آمن. وفعلا وحقك أن الإنسان لما يتجه بوجهه إلى الله خلي يشوف الله عز وجل مصدر الرحمة. أنا أقول لك إلا في حالة معينة في حقوق الأشخاص، يعني أنت القضايا اللي بينك وبين الله عز وجل الله تبارك وتعالى قد شوية يسامحك بها، لكن حقوق الناس لا ما يسامحك، هذا أنت مدي، هذا سارقه، هذا معتدي عليه، ما يهدك أبدا. أنا ما أقول لأن لازم أن يقيم العدل، لا بد من إقامة العدل.